ولد كارل بنس في 25 من نوفمبر عام 1844 في ألمانيا، وتعلق بمجال التكنولوجيا كثيرا، وحصل على دبلوم في الهندسة عام 1864. عمل بنس في الكثير من المصانع لمدة 7 سنوات، وفي عام 1871 أنشأ محلا صغيرا لإصلاح الآلات، حيث حاول العمل على تطوير المحركات ذو الصمامين، لكن محاولاته المتكررة باءت بالفشل. بعد 8 سنوات من الإصرار، وتحديدا في ديسمبر عام 1879، نجح بنس بعدما حل عوائق عديدة ومشكلات مختلفة بتشغيل محركه الأول. دفع هذا النجاح كارل بنس إلى تأسيس شركة عام 1883 لتطوير المحرك ذي الصمامين، لكي يصبح قادرا على استعمالها في محركات السيارات. ولكن هذا الطموح اصطدم في رفض شركائه للفكرة من أساسها، واعتبروها مخاطرة كبيرة لا يمكن أن تنجح. ولكن بنس لم ييأس وغامر وحيدا إلى أن نجح في تصميم هذا المحرك والحصول على براءة اختراع عام 1886. عمل بنس عام 1886 على تطوير أول عربة تعتمد على احتراق الوقود، كما عمل أيضا على اختراع أول محرك أحادي الدفع. وبالفعل نجح بنس، وتم وضع المحرك في عربة تسير على 3 إطارات تعرف باسم عربة فيكتوريا، والتي وصلت سرعتها إلى 40 كيلومتر في الساعة، وباعت منها الشركة حوالي 1200 نسخة. وعام 1914 كان بنس شاهدا على ثورة صناعة السيارات، ما اضطره إلى دمج شركته مع الشركة المنافسة دايملر المملوكة لغوتيب دايملر، لتصبح الشركة منذ ذلك الحين تحمل اسم دايملر بنس، والتي أصبحت من كبرى شركات صناعة السيارات في العالم في هذا الوقت، وتعرف حاليا باسم مرسيدس بنس، وهو الاسم الشهير في عالم السيارات الذي يعرفه الجميع.